النهارده مش هنحط لينزز ولا هنركب رموش ولا حتى هنحط فاونديشن، بس هيطلع الميك اب قمر. بس ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي، مبسوطه قوي النهارده عشان هنعمل مع بعض ميك اب، لان انا بقالي فتره طويله قوي مقربتش من الميك اب بتاعي ولا التسريحه، مش من ميك اب بس، من السكين كير كمان. فحصلت وشيت شويه مشاكل كده هقول لكم برده عليها دلوقتي. المهم انه الميك اب اللي احنا هنعمله ده من شي جلام، وانا مبسوطه قوي ان انا بتعامل معاهم. اولا لان اسعارهم حلوه والكواليتي بتاعه المنتجات حلوه، في فرايتي كبير جدا، وانا اصلا الفيديوز بتاعه الميك اب دي غالبا ببقى موجهاها للعرايس، عشان ما فيش عروسه مش هتجيب ميك اب، فليه ما نجيبش ميك اب يبقى سعره حلو وفي نفس الوقت نلاقي كل الحاجات اللي احنا نفسنا فيها. فدي حاجه. الحاجه الثانيه لانه شي ان اللي من ضمنهم شي جلام، ده يعني زي ايه براند كده جوه شي ان، من اول لحظه اعلنوا ان هم بيدعموا الفلسطينيين وبيدعموا القضية، فدي بصراحة نقطة تحسب لهم جدا جدا. فكل الميك اب اللي هنستخدمه النهاردة وكل الميك اب ممكن تتخيلوه تبعنا عادي، وتقدروا ان انتوا تجيبوه. والحاجة التالتة ان هم بيسمعوا، يعني عايزة اقول لكم لو في منتج مثلا هم بيبعتوا البلوجرز، لو حد ادالهم تعليق على منتج بيغيروا في المنتج او بيعملوا منتج جديد، فدي حاجة مش هتلاقوها في الشركات غير الشركات اللي فعلا محترمة اللي فعلا بتسمع، مش اللي هم بيدوا لاي حد ويعمل لهم دعاية حتى لو المنتج مش كويس او جات لهم عليه اكتر من مرة تعليقات سلبية. عايزة اقول لكم اصلا المفروض ان انا اخترت 10 قطع بس، وكنت عاملة حسابي ان العشر قطع دول اللي هيجولي هم اللي هعمل بيهم الميك اب. ببص لقيت ان انا اخترت 10 قطع بس هم بعتين لي بوكس كبير قوي مليان ميك اب، فطبعا فرحت، يعني انت عارفين الحاجات دي بتفرحنا. فالنهارده هكلمكم عن حاجات، يعني لو حاجه انا مجرباها من قبل كده هكلمكم عن رايي فيها، وهنجرب كمان مع بعض شويه ميك اب كده من شي جلام. وعامه يعني بجد الميك اب حلو فعلا ويستاهل ان انتوا تجربوه. اهم حاجه تشوفوا حد يخلص لكم موضوع الشحن والجمارك، لانه الميك اب نفسه سعره حلو، بس عشان يجي لنا مصر بياخد يعني بيدفع عليه بقى رقم في الشحن وفي الجمارك وكده، انما غير كده الميك اب بجد تحفه، وانتوا دلوقتي هتشوفوا معايا. فخلينا يلا على طول نبتدي. ولو تعرفي عروسه اعملها منشن على الفيديو ده او ابعته لها، ولو انت عروسه ركزي بقى معانا في الفيديو عشان مليان حاجات قمر. بس خلينا يلا على طول نبتدي. اول حاجه هنعملها ان احنا نمسح بشرتنا كده، عشان بشرتي اتبهدلت حرفيا الفتره اللي فاتت، مكنتش بحط عليها اي حاجه، فامسحها بس كده بالتونر على السريع. بعد كده هنرطب بشرتنا، اي مرطب عندك هيفي عادي بالغرض. رطب بقى كويس، عشان مش عارفه اظهر لكم ولا لا، بس هنا كده كان في شعرايه محبوسه تحت الجلد، حاولت بكل الطرق ان انا اعملها ما رضيتش خالص تطلع، وتعورت بقى والدنيا اتبهدلت، وبرده ما طلعتش في الاخر، يعني مشوكاني كده. عماله اقول سبحان الله، امال الناس اللي هناك اللي الجروح بقى عامله كده وكده، دول مستحملين الالم ازاي اصلا، وبيعملوا لهم اي عمليه واي حاجه من غير بنج؟ خلينا نركز في اللي احنا بنعمله يا جماعه، خلينا نركز. وصلت المشكله دي ازاي؟ انه بقى في شعر تحت الجلد كتير من قله الترطيب، لان انا ما كنتش برطب خالص، وانا اصلا طبيعه جلدي كلها معرضه انه يبقى في شعر تحت الجلد. فتخيلوا بجد اهميه الترطيب عامله ازاي. ترطيب لوحده بس بيغير البشره حرفيا، وبيغنيكي عن مشاكل كتير او ممكن تدخلي فيها. فانا بقى ظهر لي الشعر اللي هو تحت الجلد ده، ان انا اصلا ما كنتش ببص لوشي في المرايه، مش لو ما حطش حاجه اصلا، لا ما كنتش ببص لوشي اصلا في المرايه، فده بقى خلى انه يبقى فيه شعر كتير تحت الجلد. فاحنا هنداري كل الحاجات اللي في البشره دي دلوقتي. اول حاجه هنبتدي بيها وهو البرايمر، وده اول مره اجربه، انا مجربه انواع تانية. المهم بقى ان هو بيكنسل الحمران اللي في البشره، بيديكي جلو كده صحي البشره تحت الفاونديشن، او لو حتى حطيتيه لوحده عادي، في ناس بتحط البرايمر وبتغطي باقي العيوب، او مثلا بتحط تنت او حاجه وبعد كده بتنطلق عادي، وحتى شكله غريب يعني وداخل فيه الوان كتير. بص شكله عامل ازاي. ده المفروض ان هو يعني بيدي كمان جلو للبشره وبيشتغل شويه على المساء، والمفروض ان هو بيعمل كل حاجه، فخلينا يلا نجرب على طول. اوكي بصوا لونه عامل ازاي، الالوان كلها كده مع بعضيها عملت ميكس، فمش عايزه اكتر قوي عشان احنا لسه مش عارفين هو هيعمل ايه. نبتدي بقى بهدله في الطرحه من اولها، احنا لسه ما بدأناش وانا حاسه ان وشي راق. يا سبحان الله، لا سحر ولا شعوذه بجد، مين حس ان انا وشي راق من غير ما نبتدي في اي حاجه. عندي اللي هو الليب بلامبر ده، دايما بستخدمه، بيدي كده امتلاء للشفايف وبيبقى شكله حلو قوي، بيديها كمان لون وردي، يعني من كتر ما هو بيحمرها بيبقى لونها وردي طبيعي. وصلني الليب اويل ده من شي جلام، ده اللي هو الهايدريتنج ليب اويل، فخلينا يلا نجربه. لسه ما عملناش حاجه، ورط كده لون الشفايف شويه، يسيبه بقى يرطب ويعمل عمايله لحد ما نخلص باقي الميك اب.
هستخدم الليب اند تشيك تنت ده. بص هو كان فيه كمان اللي هو التنت ده درجته 2BD وهمية، بس انا هستخدم ده عشان هو هيدي لون للشفايف، وفي نفس الوقت هنحطه كمان على الخدود، وانا كمان عشان بشرة دهنية فبحب اول حاجات الثابتة. القوام بتاعه مية قوي، احلى اختراع في الميك اب هو التنت بجد. نحطه كمان برضو على شفايفنا بالمرة. عايزين بقى نكنسل اي احمرار في البشرة، فهستخدم الكونسيلر ده لونه على اخضر، وهاخد بقى نقطة كده واحطها على التعويرة دي. استخدم بقى الدرجتين دول من الكونسيلر، واحدة هداري بيها الهالات السوداء والتانية هنور بيها. بص بقى كمان وصلني البيتي سبونج دي، كيوت بس بالله بقى، عشان لو طلعت بره دلوقتي العيال مش هيسيبوني، فانا مضطرة اتعامل هنا بالايه باي حاجة موجودة في الاوضة. نعصرها كويس وننشفها كمان كويس كده، وبعدين بقى نوزع. عايزه اعمل شويه برونز بقى كده للبشره، فهستخدم الدرجه دي جولدن سان. برونزر والبلاشر بيندمجوا كده هوا حرفيا. وصلني كمان درجه جديده من البلاش بتاع شي جلام اسمها اون بوينت. تعالوا يلا نحط كده نجربها مع بعض، تحفه يعني. انسوا بقى كل اللي فات، الدرجه دي في حته تانية خالص. بالنسبة لي ده كان الكومبو المفضل للحواجب، اللي هو القلم اللي بيجي من ناحيتين كده، ناحية قلم عادي كريمي رفيع، سنه رفيع جدا بيرسم الحواجب، والناحية التانية اللي هو القلم الفلوماستر وبيرسم شعراية شعراية. وبعد كده عشان اثبت الحواجب كنت بثبتها بالمسكرة دي، تحفة تحفة، بتثبتهم حرفيا طول اليوم. الاتنين دول الدرجة بتاعتهم الشوكلت. بس وصلني قلم جديد من شي جلام، يلا نجربه مع بعض، عشان هو من ناحية قلم والناحية التانية بنسرح بيها الحواجب وكده، عاملة زي المسكرة كده، فحلو قوي. يلا نشوفه. ده اصلا بقى يعني انا شفته، فتحته بصراحة شفته، بس مرضيش استخدمه من غيركم، فانا مش عارفة هل فعلا بيثبت الحواجب زي المسكرة التانية بتاعتهم ولا لا، بس يعني شي جلام بيعملوا عظمة يعني، اكيد هيبقى حلو برضو. يلا نجربه مع بعض. يا الهي ما هذا، يا رب الناحيه التانية تبقى حلوه، عشان كده هيوفر علينا كتير كتير قوي. الكونسيلر ابتدى يخطط، عشان انا ما ثبتوش، مش عشان اي حاجه تانية، انا ما ثبتهوش. قلت اخلص كل حاجات الكريم الاول بعدين نثبت مره واحده، عشان بعتولي باودر جديده وكده تملى الفراغات كده بنعومه خالص. بس يا جماعه انا بتراجع في رايي، ما تجيبوش الكومبو اللي انا قلت لكم عليه الحواجب ده، هاتوا القلم ده خلاص كده والموضوع انتهى بجد. تقريبا كان مفيش اي حاجه كريمي تاني، فتعالوا يلا نثبت بالباودر. بصوا الباودر وحلاوتها وجمدانها من قبل ما نفتح اصلا ونجرب، يا سبحان الله. مش بيجي معاه سبونج، فخليني اجيب سبونج نثبت بيها. نثبت بقى هيدرو تاتش ريفريشنج سيتنج باودر. عشان كده عرفت بقى دعاء كانت بتقول عليها ان هي احساسها عامل زي الميه كده، وحتى جابت جوزها تجرب عليه وتقول له انت حاسس بايه، حطيتها له كده على ايديه فقال لها حاسس بسقوعيه، يعني قال له في الاول دي ايه، قال لها دي باودر. فالمهم راحت حطها على ايديه فقال لها حاسس يعني كانها ميه كده او سقوعيه. انا فهمت دلوقتي فهمت دلوقتي لك فعلا فعلا عندها حق، هي فعلا هي ما كانتش عارفه تقول ايه، مش عارفه توصل لنا احساسها بالباودر دي عامل ازاي. انا دلوقتي فهمت يا دودو ايه الاحساس اللي وصل لك اول ما جربتيها، بتحس ان انتوا حاطين ميه. طب يا ترى بقى في التثبيت هتبقى عاليه، دي تبقى تحفه في الصيف، عارفين كانكم كده ايه بتهدوا البشره. مش عارفه ظاهر لكم ولا لا، بس هي تحسوا ان هي قشرت كده، مش عارفه انا تقلت مثلا او زودت او حاجه، بس تحس ان هي قشرت كده شويه. فخلينا نستخدم اللي هي البينك باودر العاديه. شكرا. بصوا الدرجات، بصوا خلينا ناخد الدرجه دي، مفيهاش فول اوت خالص، مفيش اي فول اوت في الموضوع. عندي باليت بلاش برضو من شي جلام، دي احلى، دي الوانها احلى بكتير. كان عندي كمان الباودر فاونديشن، الدرجة اسمها ايكورن اعتقد، جبت درجة جديدة ان انا باكله حرفيا. الدرجة دي اسمها بامبو، حلوة بس غامقة، توقعتها ان هي تكون افتح من كده. كمان هستخدم الباليت دي عشان اعمل بيها برونزنج كده للبشرة. انا مش هتكلم كتير، هي شرحه نفسها وحلاوتها مش كتير بقى، عشان واضح ان هي ايه بيجمنت قوي. ناخد الدرجه دي، انا بحط وهي بتدمج نفسها بنفسها بقى، الموضوع مش محتاج مجهود خالص. فوتشه بقى ونحط شويه هايلايتر كده. ناعم جدا. وصلني كمان انا من كحل جداد، تعالوا نشوف اونلاين كريمي ايلاينر
اللي هو ده اديشن انا اصلا ما جربتوش، هستخدم ده. انا برسم بس خط الرموش اللي هو من جوه ده، بيدي كده كثافه للرموش وبيديها شكل حلو قوي. هستخدم بقى القلم التاني ده، اسحب بيه العين شويه لان انا حاسه انه القلم ده معرفش مش اسود كده، قاتل حلو. نسحب العين بس لبره كده شويه، اه ده سواده في حته تانية خالص. بحط يا دوب نقطه واسحبها بس من غير اي حوارات خالص في الموضوع. يا جماعه البودر كل شويه عماله اتكسر كده، مش عارفه في ايه، يعني تحت عينيا باظ. ايه رايكم لحد دلوقتي؟ ايه رايكم بقى؟ صني البلد التحفه القمر دي، وكمان دي برضو وصلتني جديده بس هي اوريدي كانت عندي. بصوا الحلاوه والشقاوه، تحفه طبعا. في كمان البلد الجديده دي، بصوا الالوان، عارفين الالوان الشيك اللي هي تيجي على اي حد، هي في البلد دي بالظبط. دي اسمها هود النود، وده شكلها كده من بره. طبعا البلد العظيمه دي، بصوا شكلها اصلا، شكرا. بصوا شكلها والوانها، ايه ده؟ في ايه اللي بيحصل؟ اوكي يا جماعه، اخترت ان انا استخدم دي لانه كده كده انا مش هعمل حاجه تقيله خالص. الدرجه اللي هي على اورنج دي، استخدم اي درجه كده على اورنج بس تديني هنت كده فوق العين، حاجه بسيطه يعني. كمان عشان نجرب البيجمنت بتاع الالوان اللي طلع من قبل ما اتكلم اصلا، تحفه جدا. مش عايزه ازود في ميك اب العين عشان هو اصلا عاجبني زي ما هو كده، حلوه قوي، بيجمنت جدا. بس انا مش عارفه اعمل لوك تقيل يعني، ان انا اوريدي عايزه حاجه سيمبل بس، تحفة 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 تحفة. ده بقى اللي كنت بقول لكم عليه في بداية الفيديو، انه لو في منتج مثلا معجبش شريحة كبيرة من البنات والستات او الناس اللي جربت الميك اب فبيغيروه. يعني في المسكرة دي من شي جلام، دي اللي هي الووتر بروف، عملوا مسكرة جديدة ومش ووتر بروف، تعالوا يلا نجربها. بصوا ده كده شكلها من جوه، من ناحيتين برضو، ناحية بتكثف وناحية بتطول. دي كوت واحدة. البودر كل شوية عمالة تقشر، مش عارفة انا استخدمتها غلط ولا عملت ايه. انا مش محتاجة اتكلم كتير، انتوا احكموا بنفسكم. حط بقى الليبستيك مع التنت بقى والليب اويل اللي احنا كنا حاطينه في الاول، خلاص انا مش محتاجة اصلا احط حاجة تاني. استخدم بقى اخر حاجة وهو السبراي ده، وبس كده. دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم اللوك بتاع النهارده وتكونوا استفدتوا منه. وعامه يعني انا جربت معاكم اكبر كم من الميك اب عشان تشوفوه وتشوفوا شكله على البشره وتشوفوا الوانه وكده، عشان لو حابين ان انتوا تطلبوا اي حاجه. فعامه يعني الميك اب بتاع شي جلام بجد يستاهل ان انتوا تجربوه، هتتبسطوا بيه قوي. فلو حابين ان انتوا تطلبوا اي حاجه من شي جلام استخدموا كود الخصم ده، هيديكوا خصم على اي حاجه تطلبوها. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. سلام.